كده. يعني ممكن من حقك كنت تذبح يوم رابع يوم رابع يوم. فدي ايه معلومه كده ايه علشان بس اللي عارفين ان الولاد بتوعنا بيعانوا قد ايه وراجعين من سفر. مظبوط، جميله. اتفضل. اللي بالنسبه للتشكيل واضح ان هو عامل جبهتين، جبهه ناحيه اليمين محمد هاني واحمد حمودي، وجبهه ناحيه الشمال اشرف وعلي معلول. ودي برضو تجربه جديده انه بيلعب باكين شمال اصلا، او ايمن. طبعا هو اصلا ايمن باك شمال اصلا، الموسم اللي فات كان بيلعب مسار، فهنا جابها وهنا جابها، وبعدين بيلعب براسين حربه. هو طبعا صلاح محسن في التشكيل اللي جاينا ان هو بيلعب تحت الفيرو تحت وليد ازار، لكن انا بعتقد في الواقع ده اللي على الورق، انما على هيبقى معاه في الملعب هيبقى جنبه او فهيبقى تحته سنه صغيره. فبيستغل الجبهتين دول بحيث انه يبقى الكرات العرضيه يبقى فيها نوع من هو بس في النسبه للاحتياطي انا شايف انه يعني حاله راسين حربه مروان واحمد ياسر، يعني انا كنت افضل ان يبقى في حد من الاطراف كبديل. اصابات، في اصابات كتير. يمكن هو يمكن مش عايز يدخل بعض من اللاعبين، يعني زي محزن احمد الشيخ، في اكتر من لاعب كان ممكن يعني برضه محتاج اجابه بقى، نبقى نسالها الكابتن محمد يوسف بعد الماتش ان شاء الله. يعني احمد الشيخ طب ليه ما يخشش في حاجه زي دي؟ فهي بس دي الملاحظه، انما هيبان طبعا من الاداء انه عمرو السوليه طبعا رجع تاني. كان فرق جدا الماتش اللي فات، حال الشوط الثاني عمل تغييره كانت رائعه، عمل نقلة في الفرقة يعني محسوبه. وبعدين بالنسبه للتشكيل انا شايف انه توفيق ان شاء الله يكون حليف النادي الاهلي باذن الله. طيب. اوكي كابتن حماده، يبين لك مدى ضغط المباريات للنادي الاهلي في عدد زمني او فتره زمنيه قليله جدا. الاهلي النهارده 7 لعيبه بيبداوا المباراه النهارده ما بداوش مباراه دجله، 7 يعني محمد هاني ما بداش، كلوبالي ما بداش، ايمن اشرف ما بداش، عمرو سوليه ما بداش، احمد حمودي ما بداش، صلاح محسن ما بداش. يعني انت بتتكلم في 7 لعيبه، يبين لك عدد المباريات الكتير جدا المتلاحقه في عدد فتره زمنيه قليل، ولا وجهه نظرك يا كابتن؟ لا، وضع طبيعي. النادي الاهلي طبيعي جدا اللي بيشارك في اكثر من بطوله، زي قلنا السنه دي سنه استثنائيه للفرق كلها، والنادي الاهلي عنده اكثر من معترك بيخوضه، افريقيا، بطوله عربيه، دوري، والوقت يمكن بيلعب كل 3 أيام ماتش. مش عايزين نقول اللي هو ده داخل في الاراق، لسه ما دخلش في الاراق، ولكن هو لازم يعمل عمليه الروتيشن. في حاجات هو مجبر عليها في اصابات، وفي حاجات لازم كان يعمل التغييره، بس هو النهارده يمكن التشكيله نفسها دي مغيره سيستم اداء النادي الاهلي. النهارده ما عندناش صانع لعب. أوكي. اللي هو بيعمل الرابطه. واضح زي ما قال الكابتن عادل اللي هو عنده عمل جبهات من بره، وعنده 2 سترايكر. في اوقات كتير هتلاقي واحد تحت واحد، واوقات كتير هتلاقي الاثنين داخل ال 18. ازارو هيعمل تحركات جيده لصلاح محسن اللي يجي من تحت، يبقى راس حربه الحر اللي بقى تلاقيه مره على اليمين ومره على الشمال، وعنده احمد حمودي، وعندي علي معلول اللي هو التغييره دايما بيعملها في كل الماتشات، بينزل ايمن اشرف ويخلي علي معلول قدامه وبيعملوا جبهه من الشمال، جبهه كويسه. فهو النهارده هتلاقي الشغل كله بالاسماء دي هيشتغل على كره عرضيه، ازاي يخلق مساحه على الطرف بشكل كويس لمحمد هاني، لايمن اشرف، لعلي معلول، لحمودي. حمودي شغله بيشتغل على الطرف، بيشتغل لجوه بشكل كويس، كمهاره بيدخل كويس. وهتلاقي الاطراف هي اللي ليها شغل كبير جدا. اخطاء الماتش اللي فات كان عنده خطا كبير جدا الشوط الاولاني في الضغط، كان سيء. صح. سيء للغايه. كان وليد ازارو تلاقيه رايح، وتلاقي ناصر ماهر بعيد عنه، تلاقي نص ملعب في مساحات ظهرت بشكل كبير. قدر الدجله يوصل يمكن اكتر من 3 فرص محققين بسبب المساحات. يمكن تدارك الكلام ده الشوط الثاني لما نزل السوليه، ظبط الدنيا، اتظبطت بشكل كبير جدا، والبدني بتاع الاهلي كان واضح هو الاعلى الشوط الثاني. قدر يوصل لمرمى دجله كتير، يعني كان نجم اللقاء عبد المنصف صراحه. المباراه السابقه كان عبد المنصف هو البطل بتاع المباراه كلها، طلع اهداف كتيره جدا، والاهلي قدر يوصل كتير. يعني ده برضو وجه هدف، ويعني اكيد كل ما بتوصل وبتخلق فرص للتهديف هتسجل في اي جول بقى جه بالعافيه بتاع، بس اكيد بتوصل. يعني عندك القدره ان انت تقدر تخترق وتقدر تعمل شغل كتير جدا. فالسيستم بتاع الاهلي النهارده انا شايفه ممكن يتغير. مش هيبقى الريتم بتاع الاهلي اللي هو الاستحواذ
صانع اللعب اللي بيربط، لا هتلاقي اللعب كله ازاي افضي مكان في الاطراف عشان اعمل الكروس باص للاثنين راسين الحربة المتواجدين داخل ال 18. طيب والسوليه بقى بيكمل من تحتهم وحسام عاشور بيبقى القاعده اللي زياده تحت. عدديه طبعا موجود. طيب كابتن اسامه، يعني لو مشينا مع كابتن كلام كابتن حماده هو كلام منطقي جدا جدا، يعني هيخليك هيدينا مدلول ازاي ليه هو لعب بعلي معلول مثلا النهارده، يعني هيقول لك لا ممكن يبقى صلاح محسن مع وليد ازار في 18 يبقى الكرات العرضيه. كنا بنجتهد بنقول لا ده هو ساعات بينزل ايمن اشرف وقدام في مباريات افريقيه على اساس ان هو يقفل الجبهه يحافظ على النتيجه. لا لا ده الموضوع بقى اقتناع طريقه هجوميه دلوقتي. هو كان بيغير شكل اللعب لما الاهلي بيكون متعادل او متاخر وعايز يحسن النتيجه، شفناها في مباراه الاسماعيلي، شفناها في مباراه المصري، مصر كان بيقفل شويه بس شفناها في مباراه الاسماعيلي عشان يحقق التعادل بدا يشتغل على الجبهات. اللي كان النادي الاهلي بيعمله في اخر 30 دقيقه في الماتشات اللي فاتت النهارده بيعمله من بدايه المباراه، هو شكل الجبهات ايمن اشرف مع معلول واحمد حمود مع محمد حمودي مع محمد هاني. المهم النهارده الحاجه المهمه جدا النهارده هي التكمله بقى الهجوميه. انت عندك النهارده علي معلول هيكون فاتح ناحيه الشمال وعامل جبهه مع ايمن اشرف، والناحيه الثانيه حمودي مع محمد هاني. الكره لو ناحيه الشمال عند علي معلول لازم طبعا هيكون وليد ازارو في 18، صلاح محسن مكمل داخل دايس في 18، لازم التكمله الهجوميه بتاعت احمد حمودي دي مهمه جدا. ما ينفعش والكره ناحيه الشمال وتعمل كره عرضيه يبقى هو فاتح بره على الخط، لا لازم يكون ضامن وثالث في ال 18. النهارده برده مهم جدا تكمله عمرو السوليه، النهارده لازم يدخل برده ويدوس في ال 18، مش عايزين يبقى في جاب في المساحه اللي ما بين عمرو السوليه وحسام عاشور وما بين المهاجمين دي اللي كان بيملاها ناصر ماهر. كان بيشتغل فيها، بيشتغل من جوه لبره بيعمل فيها الباص القصير ما بين حسام عاشور عامل السوليه ناصر ماهر كان فيها استحواذ الحته دي. النهارده زي ما الكابتن حماده بيقول حته الاستحواذ ممكن ما تبقاش النهارده في صالح الاهلي، ان الحته دي مش ما فيهاش يعني صلاح محسن ما بيعرفش يعمل حته الاستحواذ، لا هو هجومي بياخد في مساحات بيكمل على المرمى اكتر، اللي كان بيعمل عمليه الربط دي ناصر ماهر. فالنهارده مهم جدا تكمله حمودي، تكمله وليد ازارو طبعا، صلاح محسن برده، عمرو السوليه لازم يدخل في ال 18. اوكي احنا اتكلمنا على الاهلي في نقطه مهمه جدا النهارده عايزين نتكلمها عن حرس الحدود. حرس الحدود دخل النهارده مباراه الاهلي وعنده نقطه واحده، كان التعادل امام الجونه، خسر اول مباراه قدام الانتاج الحربي 2-1، خسر مباراة تانية قدام الداخليه 2-1. لكن لو شفنا اداء حرس الحدود في الثلاث مباريات يعني ما يعبرش ان هو واخد نقطه، لا ادى بشكل محترم جدا. صحيح. كان الكابتن عماد سليمان بيلعب